مساء الخير. أولا وقبل أي شيء، في بداية كلامي بحب أتوجه بتحية حب وتقدير وإجلال لفخامة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك يا فندم، والحقيقة أنا بشكر حضرتك لأن وجود سيادتك وحرصك الدائم على التنظيم والتواجد في مثل هذه المناسبات هام جدا وحاسم جدا، وبينتج عنه سرعة لاتخاذ قرارات بشأن الأمور المطروحة في مثل هذه اللقاءات والاستجابة السريعة لها. بشكر حضرتك جدا يا فندم. أعود للأستاذ محمد عبد الرحمن، وأشكرك بشدة على التقديم الرائع. العفو يا فندم. وأشكرك بشكل أعمق على السؤال اللي يعني حضرتك طرحته. هتقبلني في الحزب؟ تنور يا فندم في أي وقت. أشكرك بشكل أعمق على السؤال اللي حضرتك طرحته، واللي قد يبدو للوهلة الأولى أنه سؤال تقليدي أو نمطي وتم طرحه في عصور كثيرة، ولكن في الحقيقة هو بيمثل لب الموضوع في قضية المشاركة الشبابية في الممارسة السياسية وفي الحياة السياسية والحزبية في مصر. ليه الموضوع مش نمطي؟ لأن الموضوع دايما في مختلف العصور وفي كل الأوقات اللي اتطرح فيها كان بيعول أو بيعلق مشاكله أو المعوقات اللي بتقابله على دور الدولة، إن في انسداد، إن في عدم إتاحة، إن في عدم تمكين، إن في كذا، وده الحقيقة كان متقبل في عصور سابقة للعهد الحالي أو منذ عام 2014، وفعلا عمل مشاكل في أوقات كثير، وفعلا الدولة كانت بتصل لحالات من الانسداد السياسي يا فندم نتيجة عدم تمكين بعض الكفاءات والقدرات الشبابية خصوصا. لكن بقيت بشوف النهاردة أن المحور الأول اللي هو دور الدولة بقى هو الحلقة الأقوى في قضية الممارسة الشبابية، الحلقة الأقوى من حيث الإتاحة، إتاحة الفرصة، الحلقة الأقوى من حيث التمكين. اتهم، بل بالعكس آسف قبل الاتهام، ان الدولة راحت لأبعد من ذلك في هذا الطريق وأنشأت مجموعة من المؤسسات والكيانات بتشرف كمان على تدريب وتأهيل الشباب للمناصب القيادية وما إلى ذلك. في الحقيقة كان في مراحل سابقة بيواجه هذا التناول أو هذا الطرح اللي تقدم به السيد الرئيس في عام 2016 منذ طرح العام للشباب، كان احيانا يلاقي بعض الهجوم ويقال انه استهلاك او لعب على مشاعر الشباب او ما الى ذلك، وكنا في حاجه للرد في 2016 و17 و18 لعل ان احنا نقدر نغير عقليه شاب فعلا اختلط عليه الامر او نتناقش مناقشه موضوعيه ينتج عنها كذا. لكن النهارده الطرح ده ما بقتش الاقيه مقبول ولا منطقي، وبقيت بشوفه جدل لا طائل منه، لان النتائج اثمرته. عندنا ما شاء الله في البرلمان نواب شباب ممتازين جدا، وعندنا نواب محافظين وفي الجهاز التنفيذي ومساعدين وزراء، فانتفت هذه النقطة. وإن كنت دايما بطمع في كرم فخامة الرئيس ومحتاجين من سيادتك المزيد والمزيد من الرعاية. يعني الحد الأقصى يا دكتور، الحد عايز الحد في النقطة دي، الحد الأقصى فندم بعد إذن سيادتك. أنتقل في الحديث في المحور الثاني عن دور الكيانات والأحزاب السياسية. دور الكيانات والأحزاب السياسية، البعض يرى أن لازم النهاردة تروح الحزب تبقى نائب بكرة، أو أن أنا أوعدك بأن أنت تبقى نائب، أو أوعدك أنك تبقى وزير أو كذا أو كذا. لازم نكون فاهمين جدا أن دور الكيانات السياسية في التعامل مع الشباب بيعمل على شقين، في نوع من الشباب المنتمي كعضوية عاملة في الحزب وغير منتمي تنظيميا، وده بيقصد الحزب أو بيقصد المشاركة السياسية أو بيدخل لها من باب ممكن الترفيه أو من باب المشاركة المجتمعية أو النواحي التثقيفية وما إلى ذلك، وده أمر محمود جدا وإحنا في مستقبل وطن بنشجع عليه جدا جدا، وبنخدم على هذا الأمر بأجندة واسعة جدا من الفعاليات زي دوري مستقبل وطن اللي أقيم في حوالي أمامك دقيقة يا دكتور. هستسمح فخامة الرئيس لأن في أحكام الطرح دقيقتين كمان. حصلت على الاستثناء. شكرا يا فندم. إحنا الأجندة عندنا في هذا الشأن سرية جدا، بكل عام عندنا دوري مستقبل وطن، والحقيقة انطلق منه ثلاث نسخ كل أو أربع نسخ، كل نسخة شارك فيها في حدود 100,000 شاب على مستوى الجمهورية، والخبر السعيد أن 100,000 شاب سنويا بيندمج منهم تنظيميا اللي هو بقى الشكل الثاني ما لا يقل عن 30-40% منهم، وده رقم نسبة كويسة جدا لأن الكوادر والقيادات التنظيمية بتعمل على جميع المشاركين والحديث معهم عن فكر الحزب و
ما إلى ذلك. مش عايز أطيل على حضراتكم. الجزئية الثانية من الأجندة بتاعتنا هي مسابقات أوائل الطلبة واللي بيشارك فيها سنوياً وانطلق منها موسمين 7000 طالب ممثلين ل 23 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية سواء الأساسية أو الثانوية والإعدادية. الجانب الثاني من التأهيل هو يا فندم العمل على الكوادر المنتظمة تنظيميا في الحزب، والحقيقة أن حزب مستقبل وطن حزب نشأته وعقدته شبابية وابتدى أصلا بفكرة شبابية وحملة شبابية وماشي على هذا المنوال، وبيجمعنا قدر كبير من الحب والتفاهم والاحترام بين قيادات الحزب والشباب، وشباب مستقبل وطن بيقودوا عمل ممتاز جدا وبيتصدروا أماكن قيادية في الأمانة المركزية وبيتابعوا العمل ودايما على اطلاع كل شيء يوميا، وبنعمل بمبدأ الأسرة الواحدة. الأمر الأخير يا فندم أو المحور الثالث اللي أنا هتناوله أنا بشوفه بقى كان في الأهمية في المرحلة الحالية، هو يسبق المحورين اللي فاتوا، يسبق المحورين اللي فاتوا لأنه هو دور الشباب. ممكن البعض يتوارى إن هو يتكلم فيه أو ما إلى ذلك، ولكن أنا بتكلم عنه بموضوعية. حيث إن التمكين توفر وحيث إن الإتاحة توفرت يبقى في دور كبير وكرة في ملعب الشاب إن هو يقتنص الفرص، يقتنص الفرص ويكون مستعد ليها حينما تتاح. في ناس كتير كتكلمت إن هم شباب عايزين يمارسوا الحياة السياسية واتفتحت الممارسة بشكل كبير في عهد سيادته، بس للأسف ما كانوش مستعدين. الجزئية الثانية في العمل الشبابي دايما ما تنظرش لبريق الحاجة من بعيد. أنا النهاردة وأنا واقف أو أنا قاعد بتفرج في التلفزيون ممكن أتفرج على الدكتور عبد الرحمن أو السيدة عهود وأحب السياسة أو العمل التطوعي لأني حابب أكون في هذا الحدث بهذا المشهد في هذا الوضع والمكان، لكن أنا بقول لك إن ده وراه سنين من التعب والتضحية والجهد. لازم تسأل نفسك الأول أنت هتمشي الطريق ده ولا صحيح. مش هتمشي، هتدفعه ولا مش هتدفعه. أخيراً دفاعاً عن الشباب ونصيحة عامة من المشوار اللي أنا مشيته اللي هو ممتد النهاردة لحوالي 9 أو 10 سنين في وجود فخامة الرئيس وفي وجود حضراتكم جميعاً، أخطر شيء بنواجهه على الشباب في الممارسة السياسية هو الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري اللي في بعض الأوقات البعض يتهم به الدولة أو يتهم به الحكومة أو يتهم طبعاً. وفي الواقع هو يمارس بشدة على الدولة وعلى الحكومة وعلى الشباب الراغبين في العمل السياسي، لدرجة فخامة الرئيس بيتحدث يعني قال لا إحنا لازم نبص للماضي، وطبعاً يعني أنا أتفق مع سيادتك بشكل عام وأتفق مع سيادتك جداً في هذه النقطة. وفي عجالة شديدة بمناسبة الماضي يا فندم، أنا في بداية عملي السياسي لمدة 2 سنين منه أو 3 سنين كنت أسمع من البعض كلمة ده عميل للدولة لأنه بيدعو لتثبيت مؤسسات الدولة، والحقيقة كنت تربيت أنا بقى على مسلسلات زمان والكلام ده، أنا أعرف العميل اللي بينفذ أجندة دولة أجنبية في الداخل المصري مثلاً يعني. فممارسة هذا الإرهاب الفكري صحيح. مرفوضة تماماً، وصدقني الكل هينتظم في ظهرك أول ما يشوفك بتحقق وهياخد معك الطريق. أخيراً دكتور دي الرابع أخيراً يا فخامة الرئيس، أخيراً أستأذن فخامتك لأن السؤال برضو كان عميق جداً للنائب العزيز عبد المنعم إمام وكنت أحب أعود إليه سريعاً بالتعقيب. كان السؤال بيتكلم عن مدى فعالية الأحزاب والكيانات السياسية والطرح اللي بتقدمه. أنا بشوف إن مهما كان العمل اللي بنعمله أو مهما كان اللي بنقدمه كأحزاب أو كمستقبل وطن أو ككلنا بشكل عام، هو مهما بذلنا جهد هو غير كافي، ومحتاجين زي ما فخامة الرئيس كان بيتكلم إحنا محتاجين نشتغل لنا 20 سنة من 5 الصبح كل يوم. لكن برضو أنا بتكلم عن نفسي وعلى الطرح اللي موجود عندنا. إحنا بنلاحق خطوات فخامة الرئيس والحكومة المصرية بشكل متسارع، وده شيء مجهد جدا لينا، وبنعمل وراء سيادته وراء الحكومة المصرية على الأجندة الكاملة الموجودة. إذا تناولت حاجة منها سريعة جدا هتناول حاجتين في 30 ثانية أنا آسف، هما لقائين أو هما مبادرتين هامين جدا للحزب، وهي مبادرة هدية الرئيس، المبادرة الأهم والأضخم للحماية الاجتماعية في حزب مستقبل وطن. وفي نقاط سريعة لا تتجاوز 10 ثواني، مجهودات المبادرة كانت أكثر من 1 مليون كرتونة مواد غذائية في 2020 رمضان، ليلة القدر 2020 برضو رمضان دعم 5000 أسرة عن طريق تقديم الأجهزة الكهربائية بشكل متكامل،
على مستوى 27 محافظة، وده طبعا احنا مؤمنين جدا يا فندم بلغة الأرقام، فبندقق ونراجع بشكل مستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات المعنية. رمضان 2021 ما يزيد عن 1,000,000 كرتونة مواد غذائية، ليلة القدر 2021 تجهيز 1,000 عروسة كامل التجهيز، قافلة غذائية مكونة من 100 شاحنة بعد الجهد المبذول من فخامة الرئيس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرة الأقرب إلى قلبي في مبادرة هدية الرئيس مكافأة السائقين الملتزمين بإحلال وتجديد السيارات القديمة، واللي تمت على 5 مراحل بواقع 500 سيارة، آخرها كانت موجهة لشمال سيناء. آخر حاجة هقولها هي مبادرة أنت عظيمة اللي بتطلع بيها أمانة المرأة، واللي الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا. المبادرة بتشتغل على أبعاد كتير، منها البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والبروتوكول كان بينص على أن الحزب والهيئة تعاونوا عن طريق التنظيم الحزبي المنتشر في جميع ربوع جمهورية مصر العربية، نعم، بتعليم 10,000 سيدة وتأهيل 10، وفي على نحو آخر بعيدا عن مبادرة الهيئة العامة لتعليم الكبار أيضا تعليم الحرف اليدوية البسيطة مثل التريكو وما إلى ذلك من صناعات 10,000 سيدة. دكتور وافر الامتنان والله، يعني هذا مجهود نبيل إلى أقصى حد.